السلام عليكم، مرحبا بكم في درس التعداد. في هذه الحصة غنتكلموا على التأليفات. إذا نبدأ بالقاعدة: لتكن أو مجموعة منتهية عدد عناصرها أن، كل جزء من أو عدد عناصره بي بأصغر أو تساوي أن، يسمى تأليفة لبي عنصر من بين أن. عدد هذه التأليفات هو CP من N كتساوي لنا AP من N على P فاكتوريال. إذا ناخذ واحد المثال. إذا نعتبر صندوقا يحتوي على 4 كرات حمراء و 3 صفراء. نسحب في آن واحد كرتين من الصندوق. إذا عندنا واحد الصندوق هو المجموعة E. إذا عندنا واحد المجموعة E بالنسبة لنا حنا هي الصندوق. هذا الصندوق فيه 7 كرات، يعني 4 حمراء و 3 صفراء. نسحب في آن واحد. ما معنى في آن واحد؟ يعني تآنيا، يعني في نفس الوقت نسحب كرتين من الصندوق. إذن المجموعة A هي كتكون من عنصرين، يعني المجموعة A كتكون من عنصرين من بين هاد 7 ديال العناصر. إذن عدد التأليفات لي بي عنصر من ان، هنا في هذه الحاله عدد التأليفات لعنصرين من 7 عناصر. اذا عدد التأليفات لعنصرين من 7 عناصر هي ا 2 من 7 على 2 فاكتوريال، وهذا عدد التأليفات هو عدد النتائج الممكنه. اذا بطبيعة الحال هنا كيمكن لي نحسب بهذه الطريقه هذه ا 2 من 7. دونك A جوج من 7 هي 7 فاكتوريال على 7 ناقص 2 فاكتوريال 2 فاكتوريال. إذن هنا 7 فاكتوريال على 7 ناقص 2 هي 5 فاكتوريال 2 فاكتوريال. إذن هنا يمكن لي نحسب 7 فاكتوريال هي 7 في 6 في 5 فاكتوريال على 5 فاكتوريال في 2 فاكتوريال. إذن كنختزلو ب 5 فاكتوريال كيبقى لنا 7 في 6 على 2، وكنختزلو كذلك كيبقى لي 7 في 3 أي 21 تأليفة.